غالي عبد الله محمد الجيمي من داخل قصر ويلسون، حيث يوجد مقر لجنة الأممية المعنية بالاختفاء القصري، والتي تقوم اليوم 24 وغدا 25 سبتمبر 2024 لافتحاص الدولة المغربية فيما اقترفته من الاختفاء القصري ومعالجتها لهذا الملف. نحن كمجتمع مدني صحراوي قدمنا تقرير الظل في يوم 20 أغسطس 2024، واليوم شاركنا في النقاش في أثناء هذا الافتحاص. أكيد أن التقرير الذي تقدمنا به يضم 114 صفحة، حيث المجتمع المدني الصحراوي تحت الاحتلال المغربي عبر عن كل انشغالاته وأثار كل النقاط المعنية بالاختفاء القصري وتبعاته التي لا زالت تتواصل بأمر من الاحتلال وبيده على المواطنين الصحراويين المدنيين في الأقاليم المحتلة. شكراً.